الكنيسة وارتباط العقيدة بالحياة. الكنيسة بالنسبة لفوتيوس هي مكان وحدة المؤمنين. المؤمنون هم أشخاص يتحدون فيما بينهم على مثال اتحاد أشخاص الثالوث. فمثال شركة المؤمنين فيما بينهم لا يتحقق بتصور عالمي إنما إلهي، أي أن العلاقات بين أعضاء الجماعة المسيحية ليست فقط تعبيراً عن ارتباط اجتماعي، إنما شركة في الإيمان والمحبة للأشخاص الذين تجددوا بالمسيح في رباط الكنيسة العاملة بالروح القدس. هذا الأمر يتحقق حصراً في وحدة جسد المسيح الكنيسة، أي أن واقع الوحدة الكنسية هو إسخاتولوجي. ففي الشركة الثالوثية بالنسبة لفوتيوس لا يختفي الأشخاص بسبب الوحدة، لكن في شركة المحبة ووحدة الإرادة والقوة والفعل والسلطة تكشف الألوهة ذاتها كواحدة وفي الوقت ذاته كشركة أشخاص ثلاثة. هكذا فيما يشكل المؤمنون معا أعضاء جسد المسيح الواحد يحفظون في الوقت ذاته شخصيتهم الكاملة. كان موقف فوتيوس بالنسبة لارتباط العقيدة بمسيرة الإنسان الخلاصية أيضا المبدأ الذي بنى عليه دفاعه ضد انحراف اللاتين فيما يختص بموضوع زيادة انبثاق الروح القدس من الإب. لهذا لا يرى فوتيوس أن تغيير العقيدة الثالوثية أمر عقائدي مجرد، إنما له نتائج على نظام الكنيسة التي تؤسس وتنظم العلاقات بين المؤمنين على أساس هذه العقيدة. يحدد فوتيوس بهذا التفسير موقف التقليد الأرثوذكسي بارتباط العقيدة بالحياة، فوحدة المؤمنين لا تتحقق إلا عبر النعمة الإلهية، وهذه الوحدة هي علاقات الأشخاص فيما بينهم كنموذج عن علاقات الثالوث الإلهية. هذا يعني أن عدم مطابقة حياة المؤمنين مع العقيدة الأرثوذكسية هي سقوط أخلاقي أي خطيئة، والانحراف عن العقيدة الأرثوذكسية هو ضلال عقائدي أي هرطقة. في الحالة الثانية يحدث ألا يبدو السقوط الأخلاقي ظاهرا في الحياة لأولئك الذين انحرفوا عن العقيدة الأرثوذكسية، لكن هذا يبقى لفترة زمنية قصيرة إلى أن تهزهم تجارب وصعوبات. إن تشديد فوتيوس على هاتين النقطتين العقيدة والحياة هو من وجهة نظر خلاصية. كل انحراف في العقيدة الأرثوذكسية يعني قطع الشركة مع الله، وكل رفض لهذه العقيدة أو ابتعاد عنها يؤدي إلى الابتعاد عن طريقة الحياة المسيحية وإلى تشويه علاقات المؤمنين فيما بينهم. لهذا الحياة الأخلاقية مرتبطة بالعقيدة وهي تغذي العقيدة، ولأجل شركة تامة مع الله لابد من وجود الاثنين. ثمار هذه الوحدة وملؤها يظهران في البشارة لأولئك الإخوة الذين هم في الضلال والجهل. فالتبشير بالنسبة لفوتيوس لا يعبر فقط عن الإيمان، وإنما أيضا عن المحبة تجاه الذين هم بعيدين عن الحقيقة. وهذا الأمر يكشف عن البعد المسكوني للعلاقة الشخصانية الداخلية في المسيحية.